خرافية، أشياء مرة أسطورية توفرت في محل طال كلاب. بسم الله نبدأ بوحدة واحدة ونوريكم أبرز العروض اللي موجودة باقي، نوريكم تحديثات على المحل. اصبر شوي، اصبر شوي على قلبهم رهيب، خليه لا شوي خلينا نوريك. وبسم الله اول شيء نحب نقول لكم ان الطاولات الجيمنج تتوفر وايش يا ناس وتخلص، يعني عليها اقبال الصراحه مره خرافي. ليش؟ لاني اول واحد يوفر طاولات جيمنج، صح يا ناس ولا لا؟ صح. انا احبها هاي يطلع، لكن احب اقول الصدق. صح صح، طاولات الجيمنج اول واحد يوفرها بالمحلات انا، وباسعار مره مجنونه، وتخلص ونجيب، تخلص ونجيب. فاذا بغيت الحق واطلب عن طريق الواتساب او عن طريق الموقع اللي رايحك. يلا انس قل لهم هذه وش يا انس؟ طاولات الجيمنج. طاولات الجيمنج طبعا عباره عن ثلاث انواع، الاول والثاني نفس الحجم، بس الثالث هو اللي اكبر حجم، اللي هو الدات واشياء خرافيه. شوف الفيديو هذا، شوفوا الحين. طيب انا صورني الاشياء الخرافيه اللي عليها عروض بعد. وش بعد؟ كراسي الجيمنج. كراسي الجيمنج ما شاء الله تبارك الله تخلص، يعني عندك مثال الكرسي هذا، وري منس الكرسي هذا يا اخي، شيء اسطوري، شيء اسطوري من ناحيه راحه. هذا احد الكراسي المتوفر عندنا، اسمه A800 وعليه طلب ما شاء الله تبارك الله، شيء اسطوري. مثل ما تشوفون السفنج حقه شيء خرافي، والشكل برضو بطل. شوفوا انس كيف انس يجلس، وري انس كيف تلعب فورتنايت مثلا. يلا ها 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 ايه، لا ما دخل، ما كيبورد ماوس يعني لا. طبعا السماعات اللي ورا ناس اللي الحين موجود العرض، اللي هو سعره 95 وعليه ضمان 6 شهور. ضمان ايش؟ المحل. ضمان محل، يعني عطوا تغيير ما عندي انا. هذا وش يا ناس اللي عندك الحين؟ طبعا شخصيات الفانكو بوب، في منها اشكال تشوفون مثل ما تشوفون قدامكم، اشكال وانواع. حتى ثانوس الشيء الخرافي هذا موجود، فرح، ريبر، سبل، يعني اي نوع من الاشياء هذه موجوده. حتى تبغون ميداليات سبايدر مان او هولك موجوده، كيبوردات، ماوس، اشياء نتند سويتش، اشياء كثيره نوفرها احنا في محل المصيف الالعاب. ونوريهم اشياء جديده. انا صراحه جربت سماعات كثيره. اللي قلت قصدك ايش؟ هذه صح؟ قصدها هذه اللي سعرها 200 ريال. هو جرب سماعات استرو، جرب سماعة، هو ارتاح لوجيتك. في ناس ارتاحوا لاسترو 10. والاشياء الجديده يا ناس، ها؟ انس خاق على الميداليات بشكل، وش ميدالية هذه اللي معك؟ ورني اياها. قربها للزوم. حقت بوبجي، وفي منها اشكال والوان، ما اخذت الا ذا اللون بعد. شوف شوفون مثلا شكلهم، دور دورها ورهم بشكل خفيف كذا، تشوفون اشكال انواع. سعرها كم يا ناس؟ ما تدري؟ بالله ما ادري. كم توقع؟ عطنا مثلا ميدالية كم سعرها؟ ها 60 ريال. ليه؟ شاري انت؟ سعرها 19 ريال، اي نوع تبغاه، سواء الفؤوس، الفؤوس مثلا هذه حقت ردد، الشيء الخرافي هذا اللي تشوفون، بوم. لا لا لا، ما زود سعر، نفس السعر. حتى هذا برضه، اي هذا انا صاق عليه، هذا حق جراند وحق ردده، ولا لا حق ببجي، اسف حق ببجي. عندك السكار، الاشكال كلها. طيب الاشياء الثانيه ايش ورنا؟ برضه عندك الابواك هذه، المحافظ، اي ورنا الوان المحفظه يا ناس مثلا. عندك الاصفر، اي ورنا الاحمر بعد، والازرق. ورنا المفتوحه السوداء، طبعا ما هي موجوده، بس نوريكم كيف شكلها، بس ديزاينها. ورنا الناس كيف شكلها، اوه شيء خرافي. طبعا شكلت ايوه، وحقت الفلوس تحط ملايينك هنا اللي تبغى. والشيء طبعا سعره كم؟ 49. ما نبالغ احنا بالاسعار، مثل ما قلت لي انا ما ابالغ بالاسعار. هذا كم يا ناس؟ كم توقع؟ ها توقع كم؟ قلت لك في ناس 170، في ناس يحطون 180، في ناس 160. تدري كم سعر انا؟ كم توقع؟ 140 ريال. ما عندي، متاكد 140 ريال. كم؟ 200. لا والله سعره 140 ريال، افضل سعر، انا متاكد انه من افضل الاسعار بالسوق. والاشياء الجديده اللي وصلتنا كراش السيارات. عندك برضه سعر هنا البلاي ستيشن 4 هذا اللي يجي 1 تيرا، نسخه كراش وبلاك اوبس، سعره 1220، والبرو ب 1420، وهذه الايادي مثل ما اوريكم، يعني ما في اشياء جديده حاليا جت، بس هذه الاشياء الجديده اللي وصلت محلي. اسم وش هي وحده؟ هذيك اللي 245. طبعا معنا هذه اليد، وصار عندنا دركسونات باسعار مره خرافيه. انا طبعا ما اعرف اسعارها، تعرف اسعارها؟ تحداك. يلا هذا مثلا كم؟ اللي على اليمين كم؟ هذا 350. لا 450. صح. والثاني
الثاني 350. صح كابو. طبعا تقول لي ايش الفرق بين هذا وهذا؟ هذا لفه كامله وهذا نص لفه. بس اللي علي صار هذا اوكي يشتغل على الاكس بوكس والبلاي ستيشن وال شو اسمه البي سي وكل شيء يشتغل عليه اوكي. واللي على مين بس يشتغل على البلاي ستيشن 4 وعلى البلاي ستيشن 3. وطبعا لها فيديوهات وين؟ وين نزلت فيديوهات؟ انا في الانستغرام. صح عليك. شوفوها في الانستغرام. طبعا هذه اشكالها. هذا الاستوديو حط الاستوديو. وبس اللي كان عندنا طبعا مثل ما قلت لك يا ناس جميع الاغراض وين تكون؟ في الموقع. في الموقع الالكتروني تابعه. تبغى تطلب تبغى اي شيء تبغاه. وفي شيء بسيط بس عشان يعني اعلم الناس مثلا ذا المنتج اوكي سعره 135 عندي تمام ومتاكد مثلا ان سعره ممتاز سعره كويس سعره كل شيء خلاص. يجي بعدها اسمه رسوم الشحن. رسوم الشحن 35 ريال اذا انت في الرياض 45 ريال اذا انت وين؟ برا الرياض. برا الرياض. طبعا يجيني واحد يقول طال ليش الشحن غالي كذا ليش ما تخليه مجاني؟ انا اقول لك وش قصه مجاني وما مجاني. انا اقدر اخليه لك مجاني بس بخلي المنتج مثلا 175 وقول هذا مجاني من حقي ولا تدري فهمت؟ ولكن انا اكون معك صادق ابيع المنتج بسعره الممتاز السعر اللي ما يكون في اي واحد اي محل يبيعه 135 مع التوصيل. التوصيل مو بيدي. التوصيل ما هو بيدي. التوصيل بشركه الشحن هي اللي توصل 45 خارج الرياض 35 داخل الرياض. انا ما اخذ منها ولا ريال. وملاحظه والله العظيم اذا كانت الكراسي اوكي الكراسي مثلا ياخذون زياده على قيمه الشحن هم ياخذون مثلا 80 ريال بس انا ما خليت كذا 80 ريال اخليك تدفع بس ال 45 الباقي انا ادفع اتحمل انا. مع ذلك متاكد ان اسعاري الافضل. وبس اللي كان عندنا اتمنى عجبكم المقطع اضغط زر اللايك اشترك بالقناه انشر المقطع في كل مكان. المقطع الجاي احتمال يكون ايش يا انس؟ فورتنايت. اذا تبغون قولوا لنا بالكومنت. سلام عليكم.